نهني الراجل الضحايا. يوقف قدامك ويقبض لك قاط ويسوك في سنيك ويقول لك بيك انت وجدك راه معدل لبويا انا وجدي، هذا هو اللي مارس علينا. يعني خلق ردي مرواقيش حيين، نعرفوا الحسيان اللي مردوم فيهم الناس حيين يتلاغطوا، السلام والفسيات عليكم اللي مردوم فيهم الناس اخواني، حيين، هذا حياكم نعرفوه الله. نشهدوا به المولان. ما معكم اخديركم علي بريش، دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي العظيم. عندنا الإخوان مستجد جديد وغنأكدوه ونزكيوه بأوديوهات وتسريبات صوتية وصور تم توثيقها من العين للمكان. في هذه الأثناء الإخوان كيمثل أمام قاضي التحقيق سانتياغو بيدراز ومن المحكمة الوطنية الإسبانية رقم 5 أحد ضحايا سجن الرشيد المدعو أحمد التروزي. هذا الضحية تم استدعاؤه من طرف المحكمة الوطنية رقم 5 من أجل التحقيق في جرائم البوليزاري وإبراهيم غالي. وهذا الموتول ديال هذا الشخص اللي هو أحد الضحايا سيد رشيد كيأكد لينا أن ملف بن بطوش ما تقفلش كما ادعت الجزائر والبوليزاريو، كانت يقولوا وكيخبروا وكينشروا أن الملف إبراهيم غالي تم غلقه، أن إبراهيم غالي بريء من كل التهم المنسوبة إليه. قاضي محكمة الوطنية رقم 5 الإسباني سانتياغو بيدراس غيسمع اليوم لشهادة أحمد التروزي أحد ضحايا مجرم الحرب إبراهيم غالي. وكانت دفعت وطلبت وتقدمت الجمعية الصحراوي للدفاع عن حقوق الإنسان واللي كتزعم الجاي والسيدي يوسف بطلب المحكمة الإسبانية رقم 5 بشكوى ضد المدعو إبراهيم غالي من أجل التحقيق في الجرائم المنسوبة لابن بطوش. الجرائم اللي غيحقق فيها اليوم قاضي التحقيق المحكمة الإسبانية رقم 5 كتتعلق بتهم التعذيب والإبادة الجماعية والاغتيال والإرهاب والجرائم ضد الإنسانية والاختطاف. كل هذه تهم نفذها إبراهيم غالي ونفذوها جلادين البوليزاريو وحقق فيها اليوم سانتياغو بيدراس. أكيد غتكونوا سمعتوا درايك واحد الاسم داز على مسامعكم اللي هو الجاي ولد سيدي يوسف، وغتذكروا بالضبط قضية الأمريكي جوزيف كريسيان اللي تم قتله واغتياله على يد إبراهيم غالي. هذا الجاي ولد سيدي يوسف اللي كيتزعم وكيتسيد وكيترأس جمعيات متكلفة بضحايا سجن رشيد كان أول شخص أخبر الولايات المتحدة الأمريكية بوجود أحد مواطنيها اللي قلنا على أنه موظف أممي في عهد أمين العام للأمم المتحدة الدكتور فالدهايم. كان مجرد أنه فر من بطش البوليزاري وخرج من سجن رشيد وصل المغرب وتوجه للسفارة الأمريكية هنا بالرباط وخبرهم أن مواطنيهم جوزيف كريستيان الموظف الأممي ومترجم الأمين العام للأمم المتحدة كيتواجد في غار في سجن رشيد. اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية أن تدعي لقي سيدي يوسف وعد كبير يعني من الشهود الآخرين ونقلتهم الولايات المتحدة الأمريكية بالضبط الوزارة الخارجية الأمريكية هناك في واشنطن. وبعد مرور سنوات وصل شخص آخر أحد ضحايا سجن رشيد وخبرهم أن جوزيف كريستيان تم قتله وتصفيته على يد بن بطوش إبراهيم غالي. المهم عندنا اليوم ان هذا القايد سيدي يوسف جزا الله بخير ينشط بكثره في فتح جرائم بن بطوش والبوليزاريو في كل ارجاء العالم. نسمعوا خوتي التسريبات اللي كتاكد لنا هذا الخبر من الضحايا نفسهم ومن المسؤولين نفسهم. حياكم الله ويحيى الشعب المغرب العظيم. السلام عليكم تكنا وضحايا جبهه البوليزاريو. احنا اليوم يوم 27 موجود أحمد التروزي في المحكمة، يصنت له القاضي. هذا أحمد التروزي من الناس اللي طرحت ملفاتها
في 2007، واستدعى القاضي مجموعة منهم على شهاداتهم وكضحايا من ضحايا سجون جبهة البوليساريو. هذه واحدة. هذو ملفات قويين ويثبتوا جرائم جبهة البوليساريو اللي ارتكبت في حق الإنسانية على أجسادهم وعلى معاناتهم وعلى نفوسهم، وثبتوا مدى العنصر القبليين الكبار من قيادة البوليساريو اللي صفوا لها مجموعة معينة من البشر. هاي الثانية. الثالثة، اليوم هذا أنا سلمت ملف متكامل ورسالة رسمية وسيدي فيه اعتراف محمد عبد العزيز بالجرائم اللي ارتكب مترجم بالاسبانيول، وهذا كامل سلمته اليوم لوزارة العدل، وزيرة العدل الإسبانية، مقابل الملف اللي ماشي في القضاء، وهذا يعزز هذا. أنا هو اللي رفع الدعوة إبراهيم غالي، لأنه أول حد لقى عليه القبض أنا. الجاي قلت سيدي يوسف باش نعود واضحين في هذا الطرح، ونحن ما أنا مخلين حد يلعب في معاناتنا ولا يعدل شعاراتنا معانات له، يعدل معاناتنا شعارات له، هذا اللي احنا ضده. نحن نعم ضد الجلادين، يا غير ما انا ضد حد يتلاعب ملفنا، الا بغى يعود مخزن ولا بغى يعود دوله ولا بغى يعود رقاش، لان هاي معاناتنا. السلام عليكم ورحمه الله. اليوم الثلاثاء، اليوم المحكمه العليا، المحكمه الوطنيه الاسبانيه رقم 5، يستند القاضي سانتياغو، يستند الشهادات بعد ضحايا سجون الرشيد لقيادة جبهة البوليساريو، واللي يعتبر هذا في إطار جمع المعلومات وفي إطار مواصلة التحقيق والاستماع للضحايا. هذا تقدم كيف تعرفوا، عادلوا تقريبا ضرك حوالي شهر وزيادة المحكمة ماصلة فيه، ومازالت ماصلة ضحايا آخرين لإثبات والتحقيق وإثبات الجرائم اللي ارتكبت قيادة الخز والعار في الرشيد وعند قورة والبيل وفي الرابوني وفي ديك المواقع كاملة اللي ياسر من الناس قاع ما يعرفها، وياسر من الناس عند السجون السرية جبهة البوليساريو اللي كانت تمارس بها التعذيب. وهذا يعتبر نصر للضحايا، يعتبر نصر للضحايا، ويعتبر كذلك نوع من الإنصاف، العدالة، الإنصاف العدالة لهم، وبأنهم يطمئنوا ويتهنوا بعد هذا الإهمال 50 سنة لمعاناتهم وتضحياتهم، بأنها راهي العدالة نصفتهم، وبأن التحقيق ماشي، وبأنها بإذن الله الأمور كاملة ماشية في صالحهم. نهني الضحايا كيف قلت لكم بإنصاف لهم العدالة، ونهني الضحايا لأنهم حقوا مكسب اللي منين ما نصفتهم الجزائر على أرضها، واللي هي المسؤول الأول يالتها عن ما يقع فوق أرضها من انتهاكات لحقوق الإنسان، ولا نصفهم ذوي القرباء يعني صحراويين اللي قاسوهم واللي قرباءهم، يعني تنصفهم العدالة الأوروبية، وهذا بفضل العدالة الإلهية وقدر الله. وهذا يالت الضحايا كاملين يعودوا عارفين عنهم خطوة إلى الأمام ولا خطوتين إلى الأمام، ما فتنا كملنا المشوار كامل إلى ما شفنا قويلي وجماعته خلف القضبان، لكن بعد قطعنا منه شوط كبير، لأن شفنا قويلي وجماعته خلف القضبان تندوف في الحرارة ممنوع عليهم أوروبا، وهذا طبعا عنه شوط لباس به، ما فتنا ما نقوله عنه هو النهاية، مازال أملنا في الله ومننا في العدالة كبير، بدنا نشوفوهم اللي محكوم عليه بالمؤبد، واللي محكوم عليه ب20 سنة، واللي محكوم عليه ب30 سنة، واللي محكوم عليه ب50 سنة، هذا هو اللي ندوره،
وهذا هو اللي ندور نوصلوا له. ولكن بعد يقول لك شوي قطره قطره يسيل الواد. هذا السمعه والله الشخصيه السياسيه اللي كانوا هم باقين يبنوا راهي مرقدنا هالهم على الارض، خبزنا هالهم معطين، وقلنا لهم انا ما تقتبتنا شخصيه ولا تقتبتنا قيمه لا سياسيه ولا اخلاقيه ولا نبقى تعودوا على ظهورنا ولا على حسابنا احنا يا ضحايا شبيهه الخزو وقياده الويل. احفظنا الصحراويين منهم ما تلقيت حد منهم ينحبس، وهذا انتصار ثاني. ما تلقيت قد تكلم اليوم في المخيمات، ما تلاقوا قد ذوك القياده يكلموا عنز، لا عنز ما تلاقوا قد يكلمون، فما بالك انسان. وهذا هذا هذا هذا, هذا انتصار ثاني حققناه، ومزلنا ندور مزلنا ندور كيف قلت لكم نحقق عليهم انتصارات ثانيه. وتحيات لكم كاملين كل واحد باسمه.